صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا يتجدد بنا اللقاء في هذا اليوم ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيدي الأمير الوالد يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. هكذا مشاهدين الكرام ينطلقنا أيضا هذا الشوط، شوط الحادي عشر المخصص للحقائق الانتاج. الأبكار نسير مع هذه الأسماء ونسير مع هذه الشعارات مع انطلاقة الأربعة كيلومترات. مباشرة نذهب نحو الصدارة، نحو المركز الأول مع البداية وصدارة هذا الشوط. من يأتي مع المركز الأول؟ من يتقدم هنا مع البداية وصدارة هذا الشوط وهذه اللقطات الجوية الجميلة هنا أيضا على أرضية ميدان الشحانية التي تعطي صورة جمالية متميزة لهذا الميدان؟ شكرا للمخرجين المتميزين علي بن محمد بوشارف ومحمد بن خزينة. نسير مع هذا الشوط مشاهدينا الكرام، نسير مع هذه الأسماء والشعارات المتميزة مباشرة مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من تأتينا مع البداية؟ هملولة محمد بن جابر بن طحلون الجربوعي المري، من يقدم لنا انطلاقة شعاره المتميز والجميل مع البداية. بينما أتابع المركز الثاني هنا الوصول من انتباه سالم بن محمد بن بخيت البحيح المري مع ثاني التحديات. بينما المركز الثالث أتابع الوصول مع ثالث المراكز، من تصل هنا؟ زمرة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، من يقدم لنا انطلاقة زمرة مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الوصول والقدوم مع رابع التحديات اللي واصل حربة، ناصر بن محمد بن سالم بن محمد آل خليفة، من يقدم لنا أيضا انطلاقة حربة مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وقدوم مشاهدين الكرام اللي واصل في هذا المسار الذيب، سالم بن محمد بن طالب بن عقيل آل نابت مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن عودة مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول اللي غيرت نحو الصدارة مع المركز الأول. انتباه سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، من يقدم لنا انتباه مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما شعار الجربو من يأتي مع ثاني المراكز مع انطلاقة أيضا وحضور شعاره المتميز مع هملول محمد بن جابر بن طحنون الجربوعي المري والمركز الثالث. وتابع الوصول والقدوم مشاهدين الكرام في هذا المسار، من وصلت هنا أيضا حرب ناصر بن محمد بن سالم بن محمد آل خليفة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول القدوم في هذا المسار، من وصلت الذيبة سالم بن محمد بن طالب بن عقيل آل نابت مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول قدوم من زمرة حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي مع المركز الخامس في هذا المسار المتميز والجميل. كما تشاهدون أيضا هذه الأسماء والشعارات المتميزة والأعداد التي تشارك في هذا الشوط. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. الله، انتباه انتباه مع البداية مع المركز الأول بشعار سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، من يقدم لنا شعاره؟ من يقدم لنا انتباه مع البداية مع المركز الأول؟ بينما المركز الثاني شعار بن عقيل القادم مقدم لنا أيضا هذا الحضور المتميز والجميل مع انطلاقة الذيبة سالم بن محمد بن طالب بن عقيل المركز الثالث. أتابع الوصول والقدوم في هذا المسار، بينما أتابع مشاهدي الكرام اللي واصل هنا واصل شعار الخليفة مقدم لنا أيضا انطلاقة حربة، حربة في هذا المسار المتميز والجميل. ناصر بن محمد بن سالم آل خليفة من يأتي مقدم لنا شعاره، ولكن ارصد الوصول، ارصد الدخول، من وصلت في هذا المسار؟ وصلت جبارة محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، يصل مقدم لنا شعاره. ووصلت الجافل نمر بن راشد بن زيد بن محسن آل الديلة، وصل أيضا مقدم لنا هذا الأداء المتميز والجميل. وصل شعار الفاتوح أيضا مقدم لنا انطلاقة جبارة
محمد بن سالم بن محمد بن بخيت، ولكن الوصول أيضا من المسك ثامر بن ثاني بن عبد الله الفضيل الهاملي. ولكن نعود مع البداية، انتباه انتباه، ما شاء الله على هذا العرض المتميز والجميل، تابع هذا الأداء، ما شاء الله على هذا الأداء المتميز والجميل، انتباه انتباه، مع البداية تقدم لنا عروضها الصباحية، تقدم لنا هذا الأداء المتميز في هذا المسار. بن قحيز بالفعل من يقدم لنا هذا الأداء المتميز والجميل، مع انتباه مع انتباه، يا سلام على هذا الأداء المتميز والجميل، سلام انتباه، سلام سلام بن قحيز، سلام على هذا الأداء المتميز والجميل، واسعد الله صباحك على هذا العرض المتميز والجميل اللي تقدم انتباه في هذا المسار. تهانينا والناموس نزفها من الأعماق لمالك انتباه ومالك هذا الشعار سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري. تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت مع ذلك المراكز. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، كان الوصول من قبل جبار محمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري، بينما المركز الثالث المركز الثالث وصلت حربة لناصر بن محمد بن سالم بن محمد آل خليفة، والمركز الرابع وصلت مع المركز الرابع الجافل نمر بن راشد بن زيد بن محسن آل نديلة، بينما المركز الخامس وصلت مع المركز الخامس المسك لثامر بن ثاني بن عبد الله الفضيلة الهاملي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل عشاق الاصاله والتراث محبين رياضه سباقات الهجن العربيه الاصيله، تابعنا هذا الشوط حيث كانت ايضا انتباه حاضره مع الموعد لتهدي بن قحيز هذا الناموس والانتصار في هذا المهرجان الغالي. 6 دقائق 13 ثانية 8 اجزاء من الثانيه هو التوقيت المصاحب لانتباه. تهانينا والناموس لسالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني كان شعار الفاتوح ايضا حاضر مع الموعد ليهدي هذا الناموس الغالي ايضا مع انطلاقة وحضور مشاهدينا الكرام جبارة، وتوقيت الزمن 6 دقائق 17 ثانية بدون اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للفاتوح على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام حربة، وتوقيتها الزمني 6 دقائق 20 ثانية 8 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ايضا لمالك حربة ناصر بن محمد بن سالم بن محمد آل خليفة على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا